بداية الموضوع زي موضوع زي ده، وكنت فاهمة ان حضرتك عايز تعمل تقريبا 15,000. احنا الاول عايزين الفكره من الاول ان انا كنت عايز اوزعهم مجانا على طب الاطباء. تمام، انا بسأل بقى فكرة انه تحمست، واعتقد ان اصدقاء وناس من العيلة بالظبط. ناس اتحمست فكرة انه نجمع الفلوس اللي تطلع اول كام الف كده نقدر نديهم للاطباء. خليني اعرف لمة الفلوس دي جت ازاي، وبعد كده هسأل حضرتك على فكرة ان هو بالمجان، لان دي حاجة برضو مهمة. اكشولي جت بسيطه جدا. الاول احدى الصديقات مدام هدى الشافعي كانت عايزه تعمل حاجه خير، فقلت لها هذا الكلام، فقالت لي انا اول واحده ادخل في هذا الموضوع. وبعد كده بعض الاصدقاء من المدرسه، وهنا اذكر بالخير المرحومه المربيه ماري سلامه، لان ماري سلامه عرفت تربي، فكل المدرسه عندنا بكل صراحه يعني تجاوبوا بشكل رهيب وساعدونا في ان احنا نلم المبالغ اللي ابتدينا بيها. حاجة التانية المهمة قوي ان احنا وقعنا بصراحة في ناس كويسين جدا من ناحية التصنيع. ليه؟ لان المشكلة ان حاجة زي كده عشان تتصنع كان لازم يتعمل القوالب او الاستنباط، وبعد كده يتعمل حقن بلاستيك. حقن البلاستيك ده مكلف جدا، ومعظم المصانع عرضت علينا اسعار جامدة جدا، والحمد لله ربنا وصلنا الى مصنع من المصانع ساعدونا، بحيث ان هو التكلفة كانت زهيدة لدرجة ان احنا فعلا قلنا اوكي، بدل ما هنعملها على مستوى القصر العيني وكام مستشفى، لا ليه ما نعملهاش على مستوى الجمهورية. وفعلا بدأنا هذا، وابتدينا يوم الخميس قبل الماضي في الانتاج. حضرتك بتكلمني عن فترة زمنية قصيرة جدا، قصيرة جدا، كل ده فيها. حصل فيه. حضرتك متصور قد ايه ده شيء يدعو للفخر والاحساس بجمال ان في ناس عندها هذا الاحساس بالاخرين في الوقت اللي احنا فيه؟ من فترة قريبة اكتشفوا حاجات من اللي هي تحت السلم بتعمل ماسكات وحاجات بالظبط مؤذية اساسا، مش حتى ما بتمنعش الفيروس، لا دي مؤذية. احنا يا حضرتك فندم عارف المدة الزمنية اللي بتكلمي فيها انجزت عشان فيها؟ احنا بنتكلم في ارواح ناس، زمايلنا دول اللي هم في صفوفه الاولى، الدكاترة والحكيمات والعمال اللي هو الطاقم الطبي المساعد، الناس دي كلها هي اللي في الوش. لو احنا ما لحقناش نساعدهم مين نساعدهم؟ تعالي بصي على امريكا ايه اللي بيحصل فيها النهارده، تعالي بصي على انجلترا وايطاليا بيحصل فيها. احنا هنا الحمد لله المجتمع المدني جري وساعدنا بشده.